العلم المسلح يا إخوان التسليح يختلف. تارة يكون سلاحا يعدل نظر الإنسان مثل النظارة. لو جاءت شاهد وعليه نظارة قلت له انت شفت الهلال بالنظارة لو دون النظارة شلون تعتمد شهادته؟ اذا قال لك انا بالنظارة شفته لو ما تعتمد شهادته. هذا كان بين علمائنا رحمة الله عليهم خلال زمان، كان هذا خلاف. اذا جاهم شاهد بالنظارة قال انا شفته بالنظارة شلون نعتمد شهادته؟ لو بعبارة ثانية هذه النظارة سلاح أو مسلح؟ هذه عين مسلحة أم عين مجردة؟ النظارة عين مسلحة لو عين شنو؟ مجردة. كان بعضهم ما يعتمد عليه وهي عين مسلحة. طبعا الفقهاء قلنا بسيط من حفظه الله يقول أنا أعتمد على مطلق الرأي. هل سميتها مسلحة؟ ما سميتها مسلحة ما عندي فيها مشكلة هذه. لكن باقي الفقهاء يقولون لا أنا أعتمد على العين المجردة. زين طيب أبو النظارة هذه عينه مسلحة أو مجردة؟ شلون هذه؟ الإنصاف أن النظارة ما تأثر تسليحها ما يأثر كونها مجردة، لأن النظارة تعطي النظر تعيد النظر المتعارف، النظر المتعارف إلى العين، النظر المتعارف لأن النظارة ما تطلع أكثر مما هو المتعارف، ترجع نظرك المتعارف إلى عينك. أنا هالمرة في هلال شهر رمضان ما صار في شهر رمضان الأحد ليلة الاثنين، أنا ليلة الاثنين طالعت، ليلة الاثنين هو حسب السنة حاملة، أنا طالعت وطالعت أفق السماء ما شفت. النظارة شفت؟ لا لا بدون النظارة، هذه العين مجرد، هذا طالع اللي تحت يقول لي أقول لا طالعت ما شفته. قلت أنت عليك نظارة؟ لا، أبو نظارة، لبست النظارة، شفتها واضحة كلها. يعني أنا عندي اختصار نظر. شيخ يقول لك نظارة. إي فهي نظارة. شفت واضح الكوب وبعدين شفت النظارة شفت خيال فقط يعني كذا. فهل هذه الشهادة لو جاءت واحد لابس نظارة وقال أنا شفت الهلال بالنظارة نعتمد أو ما نعتمد؟ نعتمد، لأن النظارة يا إخوان ما تعطي بعد أوسع، النظارة ترجع لك النظر المتعارف، النظر شنو؟ المتعارف. والإطلاقات صم للرؤية وأفطر للرؤية تنصرف إلى الرؤية المتعارفة، هذه من الرؤية المتعارفة، هذه جهة. فلذلك النظارة بالنسبة للشاهد لو جاء لابس نظارة طابت شهادته، تعتمد شهادته. زين، أما إذا يجي مسألة أخرى وهي مسألة التلسكوب مثلا، إني مثلا نطلع الهلال بالتلسكوب. نقول ما تكون التلسكوب هي الأجهزة المتطورة الأكبر من التلسكوب. هل هذه نعتمد عليها؟ الآن في مراكز في إيران يعتمدون رؤية بالكمبيوتر. رؤية بالكمبيوتر. ياخذ صورة مثلا من السماء، صورة من السماء، يجردها من أشعة الشمس تظهر من القمر. شلون هذه رؤية يمكن نعتمد عليها؟ مكتب السيد الخمنائي حفظه الله في بعض الرؤى كان اعتمادهم على الرؤية الكمبيوترية في بعض المراكز. هل هذه طبعا ما يكون السيد الخمنائي حكم بثبوت الهلال لذي الرؤية؟ لا، وإنما كقرينة على إضافة قرار من هنا ومن هنا. هذه الرؤية يمكن الاعتماد عليها لو لا. أما مسألة التلسكوب طبعا هي مسألة هذه الكمبيوتر أخذ صورة من الأفق ثم تجريد من أشعة الشمس فيبقى إطلاق القمر واضح، هذه صدق الرؤية عليها إشكال. أصلا هذه مي رؤية للهلال، هذه مي رؤية، هذه رؤية للأفق مو رؤية للهلال. يجي الكلام الآخر أن نعتمد على التلسكوب أو الأجهزة المتطورة لأكبر من الجهة. أنتم بقى نحن نقوم
زين. الآن الرؤية بعد يعتمدون إلى أكبر أجهزة الطلعة. هل يمكن الاعتماد على هذه الرؤية أو ما يمكن؟ وهذا مبحث مهم. طبعاً علماءنا مو قاعدين علماءنا الآن مثل العام الماضي. العام الماضي بشهر رمضان كان في انعقاد بشهر رمضان كان العام الماضي لأول العام كان واحدة من الفتن كان في شهر رمضان مؤتمر يا رب السيد الخمنان الله يحفظه أنه مؤتمر تعقدون مؤتمر فقهي والكل يطرح شنو يطرح نظرياته وعلومه وكذا حتى تصير أخذ وعطاء حتى تصير بنية واضحة فكان في يعني مشاركين من أفاضل الحوزة وعلماء الحوزة ومجتهدي الحوزة فصار في هذا الطرح فأشكل الآن شنو نحن نعتمد على التلسكوب والأجهزة المتطورة لو ما يمكن الاعتماد عليها أشكل من يقول باعتبار الرؤية المجردة مو العين المسلحة لأن هذه الأجهزة يمكنك أن ترى الهلال قبل ولادته يمكن للأجهزة أن تطلع لك الهلال قبل ما يولد ورؤية الهلال قبل ولادته لا ما يثبت لك الشهر لأن الرؤية التي يثبت لها الشهر هي بعد الولادة شلون؟ لأن الهلال في المحاق يعني يصير تحت أفق شنو؟ الشمس يعني ما يبين ظلام عتمة يعني معنى أن الهلال محاق ليش صار محاق؟ لأنه اختفى تحت أشعة الشمس زين لما يجي الهلال الجهاز يطلع الأفق من تحت الأفق قبل ما يولد رؤية ما يثبت بالشهر لأن الشهر يثبت بالهلال المولود وهذا ليس هلالا مولودا والجهاز يستطيع ان يطلع لك الهلال وهو ما زال في حضانته وقبل ان يولد مثل هذا لا يمكن ان يثبت به الهلال ومن هنا قالوا باعتبار شنو الاحوط هي الرؤيا المجرده وعدم الاعتماد انا ما اقول المجرده فقط بعد البعض عن يضيف النظارة وهذه ما فيها مشكلة أما الأجهزة المتطورة أكثر التلسكوب اللي فوق التلسكوب هذه رؤية الناس لأن هذا الأجهزة قادرة على أن تخرج الهلال من تحت الأفق قبل ولادته هذا ليس بحجة لأن الشهر هو الهلال بعد الرؤية بعد الولادة صمت الرؤية وأفضل من هنا قالوا بأن هذه الإطلاقات صمد الرؤية ما تشمل العين المسلحة بهذا التسريح الكبير يعني وإن كان ممكن تشمل النظام